شكرا لخضر بريش. سيداتي أنساتي سادتي أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مساء الفل للناس الكل. استاد المدينة التعليمية بالريان، باكيتا لنيمار، أكيد مباراة الكبار بين لوكا مودريتش ونيمار أمام الأولى والثانية. يسدد والعارس ليفاكوفيتش، العارس ليفاكوفيتش، داود باكيتا ولم يشارك في المباراة. فينيسيوس جونيور، فينيسيوس هل يمر فينا متى بأحد أقوى دفاعات المونديال؟ على اليسار ماريو باساريتش، يوصل فرصة كبيرة للمنتخب الكرواتي. الانتر يكسب الركنة، مودريتش يوزع، إراوة يعدي، كرة نيمار، كرة ليسان، التحذير كاسيميرو والركنة تدين، وهذا يورنوفيتش، تهور واضح من دانيلو، تهور واضح من دانيلو. لوكا مودريتش يوزع، برازوفيتش يلعب بالنار، تاو ميليتاو يوزع، بيريشيتش يسدد بعيدة. إيفان بيريشيتش 33 عام، 121 مباراة دولية في المجموعات في مونديال فرنسا 1900 في من فارديال، يغير تماما البوادر ليست كما هي باتجاه تمام ريتشارد ليسان. بروزوفيتش، ميكائيل أوليفير يأتي مخالفة، ليسان على البرازيل تم نيمار يسدد، والعارس ليفاكوفيتش من أبرز كرة مثيرة. وكيت الهجومي صعب عند المنتخب البرازيلي. نهاية الشوط الأول مشاهدينا الكرام بقرار ميكائيل أوليفير بدون هدف من البرازيل وكرواتيا. لكم مني أجمل تحية في انتظار العودة بكم. شكرا للزميل الأخضر بريش. مشاهدينا الكرام نعود بكم من جديد إلى استاد المدينة التعليمية لمتابعة أطوار الشوط الثاني من هذا الدور الربع النهائي لمونديال قطر 2022 بين البرازيل وكرواتيا. تركنا الشوط الأول متعادل سلبيا 0-0 بين المنتخبين. أكيد الشوط عادي، كرة خطيرة جدا للمنتخب البرازيلي، فالكورة ممتازة والركنة، الكورة خطيرة، خطورة يوزع بجانب باسانيتش، الكورة كرة جول، والعارس ليفاكوفيتش رايح، عارس دينامو زاغرب ارنيسان يوزع، والتصدي من ديان لوفرين، افضل حال منتخب البرازيل. بعيدا يعود بيريشيتش يوزع، ادير ميليتاو يوزع، نيمار صاروخية من كاسيمير، بوين باكيتا تو يلعب ميليتاو، ترجع له الكره انتوني كاسيميرو، اير بي لايبزيغ، انتوني نيمار، كرة جول، كرة جول فعلا نيمار مرة أخرى، الصد العام نيمار تعدي الكرة، سويب أنت سويب شمال برازيل، انتوني بالكرة طويلة، ميكائيل أوليفير، رودريجو عالية الكرة، انتوني
الكرة. ميكائيل أوليفير يعلن رسميا مشاهدينا الكرام على مرور المنتخبين إلى شكرا للزميل الأخضر بريش. نعود بكم من جديد مشاهدينا الكرام لمتابعة الوقت الإضافي الأول بين البرازيل و أنتونيلو يعلي تعطي الكرة يوزع مقصية لكن بيدرو لم ينجح فيها. ماتيكو ماتيتش يدخل منطقة الجزاء. يوزع هدف التعادل. كرواتيا تأتي بهدف التعادل الكروات. التسويق. إذا المشاهدين الكرام لحظات وسنعود عادة أهم ضربة هي الأولى. ركلات الترجيح يتقدم فلاسيج رودريجو بيكير ميو كاسيميرو يعادل لوكا مودريتش ويد بيدرو رايح يتقدم أورسيتش ماركينيوس